عدنا لحضراتكم مرة أخرى. زي ما قلت لكم أنا بتابع انتخابات مجلس الشيوخ ومهتم بيها جدا، مهتم بيها جدا علشان عودة هذه الغرفة مرة أخرى إلى الحياة التشريعية عموما في مصر، وعشان أهمية هذه الغرفة. احنا أخيرا هيرجع مرة أخرى مجلس الشيوخ علشان يقدم واجبه، وواجبه هو إيه؟ ده العقل المفكر لمصر. العقل المفكر يعني مجلس النواب يبعت له يقول له أخبار القضية دي إيه؟ الاتفاقية الفلانية دي عاملة إيه؟ الرئيس يبعت يستشير، ودول اعتبروهم مجموعة المستشارين اللي هيقدموا استشاراتهم لمصر عندما تحتاج إلى استشارة، والقرار بعد ذلك يعود للي بعد يطلب الاستشارة، وليس قرار إلى مجلس الشيوخ أو لي، لا ده هيرجع بعد كده لمجلس النواب وهم اللي يبدأوا يتحركوا في هذا الشأن. النهاردة أنا عندي المرشحين أو مجموعة المرشحين من تنسيقية شباب الأحزاب اللي موجودين ضمن القائمة الوطنية، قائمة الوطنية. واسمحوا لي أقدم ضيوفي النهاردة في هذه الحلقة، الأستاذ محمد عزمي مرشح تنسيقية الشباب عن حماة وطن، أهلا بيك. الحركة الوطنية يا فندم. الحركة الوطنية، أنا آسف. المهندس محمد السباعي مرشح أيضا تنسيقية الشباب حزب مصر الحديثة، أهلا بيك يا فندم. الأستاذ محمد عمارة، ايه رايك صح كده؟ لا كده تمام يا فندم، مش عمارة، استاذ محمد عمارة عن حزب الشعب الجمهوري. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك معايا. الكابتن طيار محمود القط، حماة الوطن، اهلا وسهلا، اهلا بيك. والاستاذ عمرو عزت عن حزب التجمع، اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز ابدا بسؤال معلش واسمحوا لي ان انا ابداه، انا هاخد الاستاذ محمد عمارة. قولي يعني ايه تنسيقية الشباب يكون ليها مرشحين رغم ان احزابكم قد يكون ليها مرشحين اخرين غيركم ايضا في القوائم، وانتوا بتعتبروا كيان منفصل؟ هل انتوا كيان منفصل عن الاحزاب ولا انتوا جزء من هذه الاحزاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بشكر حضرتك على الاستضافة، وبرحب بالسادة المشاهدين واقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. لا والله مرشح جامد انت، حلو انفع يعني دخلة جامدة. ايوه طبعا خلاص كده كده شهادة طبعا وسام على صدري يا فندم. اهلا ربنا يخليك. اولا هي تنسيقية شباب الاحزاب هي عبارة عن مزيج من الاحزاب السياسية، 27 حزب بتتداخل فيها المؤيد والمعارض، وكل واحد بيقول رأيه على حدة دون بيبقى فيه أي نوع من أنواع الموانع أو حاجة زي كده. فبالتالي أنا هنا أنا جزء من المجتمع السياسي، جزء من النظام السياسي. حتة الأحزاب إحنا ما بننفصلش عن أحزابنا، بل بالعكس إحنا أحزابنا، إحنا بنمثل أحزابنا داخل الكيان المجمع ده لخلق نوع من الحراك السياسي وقيمة مضافة في السوق السياسي. لكن فبالتالي فإحنا ما بننفصلش عن أحزابنا، بل بالعكس إحنا لولا الأحزاب بتاعتنا ما كناش دخلنا التنسيقية. أستاذ محمد عزمي، بتختلفوا داخل تنسيقية الشباب طبقا لرؤية كل حزب؟ طبيعي. وخليني أضيف على كلام زميلي الفاضل إن التنسيقية كمنصة حوارية كانت حلم المجموعة من الشباب، ودلوقتي إحنا بنتم عامين على تأسيس التنسيقية. مجموعة من شباب الأحزاب. من شباب الأحزاب اللي كانوا في تجربة كانت سابقة العصر، لأن إحنا ما كانش فيه على مدار العصور الماضية مجموعة من شباب منتمي إلى أحزاب أو تيارات مختلفة داخل الحياة السياسية المصرية ممكن يقعدوا مع بعض ويطلعوا منتج أو يطلعوا. ما كانش موجود الكلام ده؟ لا بالتالي ما كانش موجود. فكون هذا الشباب حلم الحلم ده وبدأ إن هو يسعى في تنفيذ هذه المنصة، أو خلينا نقول إنها كانت مدرسة. الشباب بتاعة الأحزاب لما قعدت مع بعض داخل هذه المنصة أو داخل هذا الكيان بدأوا إن هم يطرحوا الأفكار بتاعتهم والأطروحات بتاعتهم النبعة من أيديولوجياتهم أو اتجاههم الفكري طبعا، ليصلوا إلى ما يسمى بالتوافق، أو إن هم يصلوا إلى مرحلة من مراحل الاتفاق على الثوابت الوطنية أو الهوية الوطنية المصرية. وعلى إثر ذلك أو على أساس هيبتدوا إن هم يحلوا المشكلات أو الموضوعات اللي بتبقى مطروحة قدامهم. لما تروح قدام الشباب ولا لما تروح قدام الاحزاب؟ قدام الشباب. قدام الشباب. قدام الشباب. طب خليني انت قلت ما كانش موجود الكلام ده قبل كده، هروح لحد من حزب التجمع. استاذ عمرو عزت، انت اكيد حزب التجمع وحزب عريق جدا، ولكن انت ايضا موجود في التنسيقيه، هل فعلا شباب الاحزاب ما كانش بيتناقش مع بعضه قبل كده؟
لا افتكر ان شباب الاحزاب ما كانوش بيقعدوا يتناقشوا مع بعض الا في اطار ضيق جدا، ولكن من بعد 2015 لما اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضروره تنميه الحياه السياسيه في مصر، احنا خدنا من هذه المبادره تنميه الحياه السياسيه، وليس المقصود بها حزب معين او حزب حاكم، ولكن هو الرئيس كان عنده طلب محدد ان كل الاحزاب تقعد مع بعضها ويعملوا تنميه للحياه السياسيه. ده اول حاجه هيفيد المجتمع المصري، اتنين هيفيد الحالة السياسية ويحصل فيها زخم ويحصل فيها حالة من حالات الحراك على أرض الشارع المصري. الحاجة التالتة إن الأحزاب دي لما تقعد وتجتمع مع بعضها أكيد هتشتغل مع الدولة المصرية بالفعل. لا لا أنا عايز معلش راح أقطعك هنا. طب وهو ده ليه ما بيتمش على مستوى قادة الأحزاب؟ هما مش قادرين يعملوا كده ليه؟ إشمعنى الشباب هو اللي قادر يعمل كده؟ أعتقد إن أنا عايز أقول لحضرتك إن الشباب عنده حالة من الحركة والديناميكية أكثر 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 بكثير من قيادات الأحزاب، وأنا مش عايز أقول إن رؤساء الأحزاب أو قيادات الأحزاب ما بيعملوش كده، ولكن إحنا لنا رؤية مختلفة لدفع عجلة الدولة المصرية، لأن الرئيس كمان هو حاطط التنمية الحياة السياسية خلال الفترة الجاية إن هي تكون في إيد الشباب، وده كلام أعلنه الرئيس في أكثر من حوار وفي أكثر من منصة، أن الدولة المصرية لن تتقدم إلا بالشباب. أنا لو منك ما اتكش قوي على حكاية الشباب دي هقول لك طلع البطاقة، أنت عديت الأربعينات خلاص. لا لا ما عديتش الأربعين والله. لا لا والله بعد الحلقة طلع لحضرتك بعد الحلقة هبقى أشوف البطاقة بتاعتك بعد كده. كابتن محمود، حزب حماة وطن الوطن حزب جديد طالع، يعني بالنسبة لو احنا قارناه بس بالتجمع أو بأحزاب أخرى موجودة على الساحة، أنت بتنظر إزاي إلى مسألة التعامل ما بين الأحزاب وشباب الأحزاب؟ أنا شايف إن أنتوا ليكم بعد كده أنتم اللي هتكونوا قادة الأحزاب، فلو أنتوا بادئين حياتكم وأنتم شباب وبتتعودوا أنكم تناقشوا بعض وأنكم تبصوا للمواضيع بشكل يعني أكثر موضوعية جنب بعض، أنتوا هتكبروا والأحزاب المصرية هتبدأ تتعامل بهذا الشكل لإثراء الحياة السياسية. أنت لما دخلت حماة وطن ازاي بتقعد مع التجمع وتناقشه؟ طبعا في البدايه عايز ارحب بحضرتك وارحب بكل الضيوف، وبرضه يعني عايز اكرر التهنئه بمناسبه عيد الفطر المبارك. برافو عليك، سياسي جامد كده خلاص اتفضل. اسمح لي حضرتك يعني هعمل مجمل بسيط للموضوع. حضرتك برضه سالت سؤال مهم بخصوص قيادات الاحزاب، ليه ما بيقعدوش مع بعض؟ لا هم قعدوا مع بعض فعلا بدليل تحالف القائمه الوطنيه من اجل مصر. احنا عندنا 11 حزب بيختلفوا في الايديولوجيه وبيختلفوا في الافكار، بيختلفوا في حاجات كتير، ولكنهم عملوا القائمه الانتخابيه وليست السياسيه في القائمه الوطنيه من اجل. لا انت ما فهمتش السؤال. نعم انتوا عاملين تنسيقيه دائمه مش كده، وليست تنسيقيه موسميه مع الانتخابات. تمام. انتوا موجودين بقالكم سنتين. تمام. القضيه بالنسبه لي انا ما بتكلمش على لحظه الانتخابات والتحالفات الانتخابيه، تختلف تماما عن اللي انتوا بتعملوه كتنسيقيه شباب. اللي انتوا بتعملوه هو حاله دائمه للتواصل ما بين الاحزاب المصريه وشباب الاحزاب المصريه اللي بدا يكبر وبيمارس السياسه بقاله سنوات، فبتنقلوا خبرات من بعض لبعض وبتنقلوا رؤيه وتتناقشوا فيها. فبعد 15 سنين انا كابتن متوقع ان انت بتكون فاهم كويس جدا شباب حزب التجمع لانك عارفهم بيفكروا في ايه، وشباب حماة الوطن بيفكروا في ايه، وشباب الشعب الجمهوري بيفكر ازاي، لانكم كبرتم سياسيا مع بعض. تمام. هو ده اللي انا باصص له. ما هو طبعا رؤيه حضرتك يعني يمكن دي الرؤيه المستقبليه بتاعتنا فعلا، لكن انا بس هو انا عايز اوضح النقطه بتاعتي. اللي احنا بنعمله بقالنا سنتين كان الباكوره أو نقطة البداية اللي على أساسها تم اللي حصل في 2020، بدليل إن هو ما حصلش قبل كده، بدليل إن إحنا كنا في استحقاقات قبل كده كتير، كنا نشوف قيادات أحزاب معارضة أو قيادات أحزاب في أيديولوجيات مختلفة تقول لأ أو مش موافقة. إحنا ما شفناش قبل كده إن الأحزاب باختلاف أيديولوجياتها إن هي تتحالف مع بعض في تحالف انتخابي. ده كان أساسه أو يعني نقطة الالتقاء بتاعته، هو إن القيادات المتوسطة أو شباب الأحزاب قدروا يوصلوا قياداتهم إن هم قدروا إن هم يحققوا تفاهمات مع بعض بطريقة أو بأخرى. بمعنى يعني مثلا إحنا في الحوار الوطني اللي عملناه قبل إصدار القوانين، مجموعات مننا راحوا زاروا الأحزاب وراحوا باختلاف أيديولوجياتهم زاروا جميع الأحزاب اللي موجودة وتناقشوا معاهم.
فهم شافوا ان الشباب دول عندهم رؤيه، عندهم مساحه من النقاش، يعني ولد جواهم ان هم قادرين ان هم الايديولوجيات دي تتفق او تتناقش مع بعض. حضرتك برضو سالتني على النهارده احنا كشباب في حماه الوطن، يعني ايه اللي خلانا او ايه دورنا في ان احنا نتناقش او ايه دورنا في مستقبلنا السياسي مع شباب الاحزاب. البدايه فعلا لما قررنا ان احنا نقعد مع بعض لما الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016 تحديدا احد توصيات مؤتمر الشباب الاول كانت لشباب الاحزاب، ده كان داعي كبير جدا ان احنا نقعد مع بعض ونبدا نخلق مساحات من التفاهم ومن الحوار مع بعض. ما ننكرش طبعا ان احنا اختلفنا، ما ننكرش ان احنا في البدايه الثقافات والموروث القديم اللي هو الايديولوجيه الحزبيه او الافكار الحزبيه يعني اثرت علينا، لكن بصراحه يعني احنا علينا فكر المستقبل وعلينا فكر ان احنا عايزين نبني حاجة تكون فريدة من نوعها وتكون لها مستقبل كبير وتكون لها يعني مواقف بعد كده تجمعنا مع بعض، خلقنا مساحة من التوافق، قدرنا ان احنا نعمل ورق عمل، قدرنا ان احنا نعمل مشروعات قوانين. يعني تخيل حضرتك لما نعمل مشروع قانون للهيئات الشبابية للحياة السياسية للأحزاب المصرية، مشروع قانون نواب المحافظين، ونقدر كمان ان احنا نقدمها للبرلمان. الخطوات الناجحة اللي عملناها مع بعض خلتنا قادرين كويس قوي ان احنا نحس ان احنا لا، المساحة المشتركة دي مع تنوع الافكار ما بتعبرش عن حد لوحده، لا ده بتعبر عن مساحات مختلفة وبتعرض عن فكر جمعي لكل شباب الاحزاب. طيب محمد خليني اكلمك، يعني طيب ان احنا بنتكلم النهاردة ان احنا قعدنا وبصينا واتكلمنا، طب انتوا ليه بقى طالما يعني قدرتوا انكم تتجمعوا كده ليه ما تعملوش حزب؟ ده ايوه يعني خلينا نقول، الناس بتسال، ما الناس عايزه تفهم. صحيح الاختلاف. صحيح خلينا نقول ان كل الاعضاء داخل التنسيقيه هم كوادر وقيادات داخل احزابهم، يعني اذا كان نائب رئيس حزب او امين عام مساعد او امين شباب حتى من الحزب، فهم لا ينقطعوا عن احزابهم ويبقى نشاطهم داخل التنسيقيه معبر عن اراء احزابهم سواء في 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 قضايا اقتصاديه او اجتماعيه او ما الى ذلك، فهو ما بينفصلش هنا عن يعني حزبه. هو بينوب عن حزبه براي حزبه. صحيح. وهل بترجع تناقش في حزبك تقول والله طبعًا يا جماعه الشباب بيقول كذا، انا شايف ان فعلا ممكن. مش محمد عزمي عضو التنسيقيه، حزب الحركه الوطنيه المصريه هو عضو التنسيقيه ويمثله محمد عزمي. يا فندم انا هل بترجع للحزب وتقول بعد اذنكم الشباب قالوا كذا كذا انا اقتنعت بوجهه نظرهم، ما نبص في وجهه نظر مثلا فلان الفلاني من حزب كذا؟ وارد. بتعمل كده؟ وارد جدا طبعا. طيب. ان احنا نتناقش في النقاش. مهندس محمد السباعي، ازاي تم اختياركم في القائمه؟ طيب استكمالا طبعا لحديث حضرتك وزمايلي، تم اختيارنا في القائمه احنا زي ما حضرتك تعلم ممثلي احزاب سياسيه عددهم يتجاوز 26 حزب، بالإضافة إلى مجموعة من السياسيين المستقلين أو شباب السياسيين المستقلين اللي بيتم اختيارهم برضو بآلية واضحة ونقدر نقول إنها على أسس معينة، وده طبقا ممكن نتكلم فيه في تفاصيل لو حضرتك تحب. ونحن كل الهدف الرئيسي إن احنا السلوجان أو العنوان أو نقدر الشعار بتاع كيان التنسيقية اللي هو سياسة بمفهوم جديد. السياسة بمفهوم جديد إزاي إن احنا نقدر بأيديولوجيات مختلفة قدام حضرتك نقعد على ترابيزة واحدة ونصيغ تلك الأيديولوجيات والأفكار بحيث إنها نخرج منها بوجهة نظر وطنية بقرار وطني في المقام الأول لا يغلب عليه أي شيء إلا المصلحة الوطنية، وعلى أساسه كلنا شاركنا في مبادرات، شاركنا في أنشطة، شاركنا حاجات كتير أسستها التنسيقية. تم اختيارنا إزاي؟ ده لها اعتبارات أخرى كثيرة، أهمها إن احنا مدى تأثيرنا، احنا بنمثل زي ما زمايلي ذكروا احزابنا وكمان بنمثل التنسيقيه. وهنا الفكره احنا هدفنا من التنسيقيه ايه؟ حضرتك قلت كلمه رائعه استاذ محمد من شويه لما قلت انك تنتظر من الشباب اللي بيشارك في التنسيقيه شباب الاحزاب ان هم يقودوا العمليه السياسيه خلال 10 سنوات مثلا، ومثلا تلاقي زمايلنا رؤساء احزاب او مؤثرين بشكل او باخر من خلال كمان هياخدوا فرصه يمكن قبلنا ما اخدوهاش ان احنا بنمارس. فمننا من هو في المواقع التنفيذيه ممثلا في النواب محافظين ان شاء الله، نواب وزراء، نواب في مجالس النيابيه سواء النواب او الشيوخ. بنتكلم ان احنا كمان في المؤسسات المتعدده في الدوله، فتقدر ان انت دول يكتسبوا كثيرا من الخبرات تاهلهم بشكل او باخر علشان ان شاء الله البلد دي تبقى افضل بيهم يعني. وعايز اكد بس ان اختلافنا المره دي
داخل التنسيقيه اقصد هنا اختلافنا الايديولوجي اصبح في حد ذاته نقطه قوه وليس نقطه ضعف. اختلاف الافكار او اختلاف الرؤيه بالظبط تجاه قضايا معينه. تجاه القضايا الوطنيه اللي في المقام الاول زي ما بقول كان بشعر ان كلمه لفظ الوطنيه هي المعيار او المقياس اللي ممكن نقيس عليه كل شيء، اللي هو نجنب اهوائنا الشخصيه ثم بعد كده نعدد يعني التحديات مثلا. بتتخانقوا جوه وانتوا بتتناقشوا؟ مش ما اقدرش اقول خناقه، انا بقول بتتواجهوا يعني نختلف. انا هستخدم لفظ الاختلاف افضل. هنطلع فاصل ونرجع تاني على ما اتناقش معاه في الحته بتاعت بيعملوا ايه وهم بيتناقشوا مع بعض مع اختلاف كله بيضحك اهو. نطلع فاصل ونرجع تاني الحياه اليوم. عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. عايز أقول لحضراتكم في بيان الآن، أنا آسف كنت بقراه سريعا جدا وده بيان هام، لو سمحتوا يتم الآن تداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي بعد الامتحانات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. في بيان طلع الآن من وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة إطلاقا لما يتم تداوله الآن. في ناس طالعة قبل العيد وبتقول لك أدي نتيجة الثانوية العامة. نتيجة الثانوية العامة لم يتم اعتمادها حتى الآن من وزير التربية والتعليم، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد أجازة عيد الأضحى لو سمحتوا، علشان الناس اللي مش هتعرف تعيد بسبب النتائج أو الذي حدث اللي حضراتكم بتشوفوه الآن على التواصل الاجتماعي. ده شيء غير صحيح، لم يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي ولم يتم اعتماد هذه النتيجة حتى الآن. نعود إلى ضيوفي في هذه الفقرة من شباب تنسيقية الأحزاب، ضيفي الأستاذ محمد عزمي، ضيفي الأستاذ محمد السباعي، والأستاذ محمد عمارة، والأستاذ كابتن طيار محمود القط، والأستاذ عمرو عزت. أجي بقى على التجمع بعد إذنك. عمرو، أنت خضت في الانتخابات قبل كده صحيح؟ صحيح. جميل جدا، وخضت الانتخابات ولم توفق عن حزب التجمع بشكل فردي. تمام. بس انت كنت نازل انتخابات مجلس النواب. تمام. اللي هو مجلس الشعب. تمام. 2015 اللي خلاك تنقل على الشيوخ. تمام. اتكلم سريعا على نقطه خوض الانتخابات مجلس النواب في 2015 كشباب، كشباب عن حزب التجمع في دايرة بولاق الدكرور. هذه التجربة احنا طبعا احنا كحزب تجمع حزب امكانياتنا ومواردنا المادية ضعيفة جدا، فكنا في مواجهة المال الانتخابي في الوقت ده وعودة بعض رموز الحزب الوطني مرة اخرى على الساحة، فكان اصبح في انا في مواجهة. انا لا اريد منك ان تبرر. نعم. لي انت ليه لم توفق. نعم. انا عايزك تقول لا لا، انا بالنسبه لي وفقت بشكل كويس طبعا جدا، لان أي الدايره بينزل انتخابات الدايره طبعا كانت على 47 مرشح وانا كنت اصغر مرشح في الوقت ده وحصلت على المركز الثامن في دايره بولاق الدكرور، فانا برافو عليك طبعا مجهود جامد. بالنسبه لي كان ايه اللي خلاك تنقل بقى من نظرتك الى مجلس النواب المصري انك انت تقرر انك انت تخش الغرفه الغرفه الاخرى الاستشاريه. اولا انا يعني انا قبل اختياري في القائمه الوطنيه من اجل مصر عن حزب التجمع وتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، انا كنت بستعد ان انا اخوض الانتخابات البرلمانيه مره اخرى عن دايره بولاق الدكرور، ما كنتش بفكر في قصه القائمه خالص، لان السياسي والجماهيري دايما، وده اللي اتعلمناه في حزب التجمع، انه دايما يكون مرتبط بالشارع، فاحنا دايما حتى بعد ما خسرنا الانتخابات في 2015 في دايره بولاق الدكرور فضلنا متواجدين في الشارع، عملنا مقر للحزب لان الحزب ما كانش فيه مقر.
ماشي دعايه حزبيه حلوه جدا، برافو عليك، سياسي برضه. وكنا مرتبطين بالجماهير في الخدمات العامه. تمام تمام. الحزب التجمع رشحني لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ان انا اخوض انتخابات مجلس الشيوخ لكوني باحث في كليه الدراسات الافريقيه العليا جامعه القاهره. وهنا بقى يكمن السؤال ده بقى اللي احنا عايزين ننقله، الفرق ما بين مرشح مجلس النواب ومرشح مجلس الشيوخ. مجلس النواب، ثانيه واحده، انت تمام. وصلت للنقطه المهمه جدا طبعا، بس دي النقطه اللي انا كنت هختم بيها بشكل قوي جدا البرنامج. ما تخشش في النقطه دي دلوقتي، الفرق بين ده وبين ده ايه؟ انت اخترت لان انت لك مواصفات معينه حزبك شافها فيك انك انت تنفع في هذا الكلام. نعم. اوكي كابتن، انت كنت المتحدث الرسمي باسم الطيارين في الازمات وفي مواجهه الحكومه ومطالب الطيارين في اوقات معينه كانوا بيهددوا بالاضرابات و و الى اخره. انت الان قررت انك انت تندرج في الحياه السياسيه رغم ان كانش ليك في السياسه، مش كده؟ لا لا، كان ليه في السياسه طبعا، كان ليك في السياسه بس ما كنتش عضو في حزب. اه لا، ما كنتش عضو في حزب. صح صحيح. وانت ثلاث سنين ادونا حقوقنا، هتقولنا مش عارف انا ياما اتكلمت معاكم في التليفونات وياما صرختم في التليفون، فجأة تحولت إلى رجل سياسي وداخل، مش بس بقى أنت مش بتتكلمش عن النواب، أنت داخل في أول تجربة انتخابية ليك مش كده؟ أه. داخل إلى مجلس الشورى، جايب معاك إيه؟ هتقدم إيه لمجلس الشورى؟ هقدم اللي حضرتك عايز تختم بيه الحلقة، وهو المواصفات الخاصة بعضو مجلس الشيوخ. يعني هو أنا لما فكرت في مجلس الشيوخ أو حبيت أن أنا أكون موجود في مجلس الشيوخ، لأن لما شفت المواصفات الخاصة بعضو مجلس الشيوخ لقيتها أن هي تنطبق عليا أكتر، بمعنى الخلفية الأكاديمية أو التكنوقراط بحد كبير، التمثيل المناسب لشريحة كبيرة من المجتمع، الدراسات اللي أنا درستها، الشهادات اللي معايا، الخبرات اللي معايا في المجالات المختلفة، حسستني كويس قوي أن أنا في الغرفة التشريعية دي هيكون دوري أفضل كبير كتير من أن أنا أكون في غرفة فيها دور رقابي أكبر، بمعنى الدور هنا في دراسة القوانين، الفكر والدراسة. بالظبط بالظبط، دور الفكر والدراسة واقتراح القوانين هو دوت. صريح مع نفسك طبعاً. يعني انت ليس سعيا وراء الكرسي استاذي، استاذ محمد خليني بقى اخد الحتة بتاعت المواصفات اللي طرحها الاستاذ عمرو. الفرق انا اللي ملاحظه ان في مرشحين كتير جدا، انت رجل سياسي ومن حزب، مش مفرقين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ده مهمته ايه وده مهمته، انت ازاي واخدت قرارك وليه ان انت لا انا عايز مجلس الشيوخ ده اولا، قولها لي في عجاله كده وقول لي الفرق ما بين ده وده ايه. الحقيقه انا من زمان كنت عايز مجلس الشيوخ، يعني ما كنتش بسعى الى مجلس النواب حتى قبل استحداث الغرفه الثانيه، كان كنت شايف ان الغرفه دي مهمه، وكنت شايف ان احنا محتاجين ان احنا نعمل الغرفه دي، وحتى في المناقشات اللي تمت في دستور 2014 في لجنة الخمسين كنت بحاول ان انا اتواصل مع مجموعة من الاصدقاء، عايز اعرف بدري هيعملوا غرفة ولا غرفتين، الى ان انتهى الى غرفة واحدة، ثم بتعديلات 2019 وعودة الغرفة التانية انا كنت عايز المجلس ده، وكنت شايف ان انا في المرحلة دي من حياتي محتاج ان انا اخش المجلس ده اقدر اقدم فيه واسيب بصمة واقدر اعمل اختلاف بجد، واقدر هو مجلس خبرات ومجلس له رأي له ثقل، لكن أنا شايف إن هو المسؤول عن جودة التشريع وعن انضباط المنظومة التشريعية داخل الوطن أو الإطار المنضبط للتشريع. فهو المجلس ده اللي مسؤول عن كده، رأيه الاستشاري النابع عن خبرات وعن علوم وعن ثقافات من مختلف الفئات، متنوع، يتناول ناس كتيرة جواه، في نفس الوقت إن هم يكونوا بيتناقشوا بموضوعية وعن علم وعن خبرة، ويقدروا إن هم يحطوا رأي صائب، ما يخليش ان في بعض قوانين تطلع وترجع زي ما شاهدنا في الثقل اللي كان على مجلس 2015. فعودة الغرفة التانية دي كانت بالنسبة لي، انا كنت مستني الغرفة التانية، عودة الغرفة التانية مهمة جدا، لان زي ما قلت حضرتك حتى في دباجة المادة 7 في قانون 141 المشرع اتكلم على، هي الناس بتتكلم شايفاها انشاء. بعد اذن حضرتك، المادة 7 فين؟ 141 2020. ايوه اللي هو ايه؟ المادة 7 من أيوة. قانون 141 اللي هو طلع امتى؟ 2020. بتاع ايه؟ قانون ده. قانون مجلس الشيوخ يا فندم. تمام. اه يعني انت عايز تقول لي، انا عارف انا عارف طبعا، انا عايز حضرتك توضح للمشاهد. انا عايز اوضح للمشاهد. صحيح، انت حافظ القانون؟ اي طبعا. والماده؟ طبعا. امال هخش المجلس يا فندم وانا ما اعرفش؟ والله العظيم انا اعرف ناس مرشحه نفسها، وتابعت ناس مرشحه نفسها ما تعرفش حتى قانون انتخاب، مش عايز اقول لك مجلس اداره المدرسه الابتدائيه اللي جنب بيتهم. اشكرك ان انت قلت ده. بص انا عفوا يا فندم. مهندس محمد،
انا اتابع يعني انا معجب جدا يعني بالقايمه والقيمه. على فكره اول ما قالوا لي على تنسيقيه الشباب قلت اه الشباب، وطلعت لما بصيت السيفيهات بتاعتكم جت لي قبل ما اجي اقعد اتكلم معاكم. انا معجب جدا باللي انتوا جايبينه وداخلين بيه الى هذه القايمه، معجب بالثقه للمختلف. بس عايزك توضح لي يعني الناس عندها منين شباب ومنين مجلس الشيوخ؟ يعني هو لما بتقال كلمة شباب على طول كله بيفكر ثانوية عامة وجامعة، انت فاهمني ازاي؟ ومنين بيتقال مجلس الشيوخ؟ طيب يعني احنا الاول احنا عدينا سن الشباب، سن الشباب طبق القانون حتى 35 سنة، فانا 36 سنة فانا كده فوق سن الشباب، دخلنا في مرحلة اخرى جيل نقدر نقول عليه جيل الوسط. انت اصغر مرشح على القائمة؟ اه ان شاء الله اذا وفقت قد اكون اصغر باذن الله. ما فيش قائمه اخرى الله. بس يا رب تجيبوا 5% ان شاء الله باذن الله تمام. وبالتالي اكون اصغر عضو في المجلس باذن الله. لكن نرجع هنا لنقطه، احنا بنمثل جيل، جيل الوسط، جيل احنا بنقدر نقول احنا من 40 سنه تقريبا لم يتاح له الفرصه للتمكين بشكل حقيقي. عايز اتكلم كمان ان احنا بنربط ما بين التاهيل والتمكين، يعني حضرتك لما تتحدث عن كل القامات الموجوده احنا هنتعلم منهم كتير جدا. يعني انا شايف ان من اهم المكاسب لنا احنا كمجموعه ذات اعمار سنيه الاصغر داخل المجلس، فبالتالي عندنا فرصه ان احنا نتناقل خبرات ضخمه جدا من القامات الموجوده بمختلف تنوعها، سواء الخبرات السياسيه او الخبرات التنفيذيه والاكاديميه وغيره. بنتكلم ان احنا محتاجين نوصل صوت جيلنا ونمثله بالشكل الامثل عشان نقدر ان احنا نخرج بمشروعات قوانين نساهم في تقديم استشارات في وضعها. بنتكلم ان احنا عندنا في بتتكلم طبقا للدستور في ماده 254 اللي بتجمع اختصاصات مثلا مجلس النواب مع مجلس الشيوخ في ثلاث مواد اللي هم 132 و33 و136، اللي بتتكلم ازاي احنا عندنا فرصه تقديم اقتراحات برغبه. دي اداه برلمانيه اساسا لمجلس النواب، لا مجلس الشيوخ له قدره او صلاحيه ان هو ينفذها. بنتكلم ان احنا نعمل طلبات مناقشه عامه ب 20 عضو داخل المجلس، فعندنا قدره اي حاجه اي تخص المواطن وتلمس احتياجاته عندنا قدره ان احنا نناقشها مع الحكومه. الماده 136 بتقول بعد اذن حضرتك اتفضل، أنت لك الحق أن تناقش مع الحكومة ولكن أنت لا تستطيع، لا أفرض عليها نهائيا ولا ألزمها كمجلس الشورى. بالظبط. أشكرك عشان ده بقى اللي هاخده كسؤال، سؤال بتاعي للأستاذ محمد عمارة. أستاذ محمد، بعض المرشحين في الفردي نازلين الآن في الدوائر الانتخابية، طبعا مش عايز أقول لك الدنيا عاملة إزاي والطول والمش يعني انتخابات بقى. أنت نزلت انتخابات قبل كده مش كده؟ في 2015 نزلت فين؟ في دايرة العمرانية في محافظة الجيزة. يا نهار أبيض، كنت مستقل ولا حزب؟ كنت مستقل وخدت رانك كويس الحمد لله. تمام. لا هو مجرد ان انت تفكر تنزل في العمرانية في 2015 بعد اللي حصل مع الإخوان، يعني انتوا الاثنين كنتوا نازلين، انتوا كنتوا في مثلث الرعب طبعا. طيب، ولكن البعض نازل النهاردة بيعد الناس بحاجات، يعني اهو قال لك ان احنا من حقنا ان احنا نطلب حاجات ونناقش مواضيع، لكن انت لا تستطيع ان تفرض شيء. مجلس النواب يستطيع ان هو يفرض رأي على الحكومة مش كده؟ تمام. انت ما تقدرش. انا استشاري. انت استشاري فقط لا غير. رأيك ايه في اللي نازلين بيقولوا للناس احنا هنحل لكم مشاكل البطالة وهنحل لكم مشاكل مش عارف مين، وانا اللي هعمل حرس في الطرق وانا اللي هجيب لك الممرضة تضرب حقن، ورأيك ايه في الكلام ده؟ بص يا فندم، هقول لحضرتك على حاجه. ده اللي يدل على عدم الوعي السياسي الكامل من المرشحين اللي نازلين يمثلوا. او يعني هو نازل ليه؟ هو لازم الاول يعرف الناخب هو نازل ليه. فكره حتى المؤتمرات اللي بتتعمل دلوقتي بالشكل مع انها بتخالف قرارات القانون، القرار، القرارات بتاعت الهيئه الوطنيه. لكن انا جايب القرار، معلش كده بقى. وتحظر الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض لإصابة فيروس كورونا وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وإلى آخره. ده نص صحيح مظبوط. فبالتالي هنا أنا لازم المواطن في الحكاية دي يبتدي هو اللي يفرز، يعني هو يبتدي هو اللي يفرز ويبقى أداة فرز للتفرقة ما بين عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ. عضو والمواطن معذور في الحته دي شويه. ليه؟ انا غاب عندي مجلس الشورى بقى بي 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 يعني باسمه القديم غاب عني لسنوات، فبالتالي لما يرجع دلوقتي هو فاكر ان دلوقتي اما اجي انزل هقول لك انا هسفلت لك الشارع. حتى نائب مجلس النواب هو مش نائب خدمات، ده نائب تشريعي، هو من يصدر التشريعات ويشرع ويراقب على الحكومه. فبالتالي المواطن لازم يكون فاهم حاجه زي كده. انتقل بقى لحته المرشحين.
يعني مش عاوز اقول عيب، لكن هي لا تليق بمصر في الفترة دي. اما انا يعني انزل وامثل اللي انا بطرح نفسي في استحقاق انتخابي، في استحقاق دستوري هام زي ده، وابتدي اخلط الاوراق بالمنظر ده، انت كده يعني كاذب. حزب التجمع استاذ عمرو عزت، رايك ايه في الموضوع ده؟ انا هاخد من كلام الزميل محمد عماره، وردا على سؤال حضرتك، ان انت حضرتك بنشوف واحنا شايفين ده كمان في الشارع، ان في حاله من الزخم من بعض المرشحين اللي هم بيقولوا وعود واهيه للمواطنين، انا هعمل مستشفى، انا هرصف طريق، انا هعين فلان، انا هنقل فلان. هو السؤال اللي انا بقى عايز اطرحه، هل المرشح الفردي اللي بيدعي ذلك امام المواطن اللي ممكن يكون طيب وبيتعامل ببساطه، هل هو شخصيا يعي ما هي اختصاصات مجلس الشيوخ؟ فده أنا هشير إليه بقى في نقاط سريعة. أولا إن الحاجة المجتمعية والحالة السياسية في الدولة المصرية فرضت إن يتم الدعوة لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى، لكون إن المجلس هيضم خبرات ومتخصصين وفنيين وتقنيين هيقوموا بصياغة القوانين قبل إرسالها لمجلس النواب. ده يساعد على أولا إن القوانين لا تعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب، لا تعاد مرة أخرى لمجلس النواب، لأن مجلس النواب مش هنقول إن مجلس النواب لا غير قادر على ذلك، لأن هو لكن في ثقافات متنوعة، فكان بيضطر بعض الناس اللي بتوافق على القوانين غير متخصصين، فضمننا إن يكون عندنا غرفة يكون فيها متخصصين تناقش أي قانون طبقا لتخصصه. الحاجة الثانية والأهم إن ما نضطرش بعد كده في غياب الغرفة التشريعية الثانية إن القوانين تخرج من مجلس النواب تروح مجلس الدولة يتم النظر إليها مرة أخرى لمطابقتها مع الدستور، فده بالتالي هيتعارض ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. بس خد بالك أن يحق المجلس النواب أنه برضو يبعثها لمجلس الدولة. نعم، حتى لو عدت على رجل الشورى. أنا بتكلم حضرتك محمد يعني، أنا بتكلم في الحالة العامة، أنا بتكلم في الحالة العامة اللي موجود. الحالة الثانية أن مجلس النواب اللي تم انتخابه في 2015 وخلاص هو على أعتاب النهاية، مش هنقول أن هو كغرفة تشريعية واحدة غير كان جدير بالثقة، لكن هو حمل بأعباء بصراحة. إيه؟ أن إحنا أعقاب الثورات المصرية كان عندنا مطالبات كثير بإصدار العديد من القوانين، وخصوصا فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والأمور الاجتماعية، فكان المجلس بصراحة محمل بثقل شديد جدا جدا، فكان مضطر أنه ينجز هذه القوانين في سرعة تامة. وجود الغرفة التشريعية تانية هيجعل لنا حالة من حالات التأني وحالة الدراسة. دي حالة الفهم عندك. تمام. كابتن، بتتكلم ازاي لدعم يعني كل حد وكل شخصية موجودة داخل القائمة الآن بتدعم القائمة وبتدعم وبتقول للناس انزلوا انتخبوا القائمة؟ انا عارف ان انتوا عندكم حملة دعائية جماعية للقائمة، ولكن انت بقى على مستواك الفردي بتتعامل في محيط ايه ومنطقة ايه علشان تزق في المنطقة، يعني تزق ان الناس تروح تنتخب القائمة؟ احنا الموضوع عندنا متقسم ثلاث اقسام. القسم الأولاني الحملة الكبيرة اللي عملها القايمة للناس كلها مع بعض. القسم الثاني هو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أيوة. من أول يوم لما دخلنا في القايمة وهم بصراحة عاملين لنا مركز إعلامي كبير وعاملين غرفة عمليات وعاملين حملة إعلامية كبيرة، علشان كان في سؤال بيطرح نفسه بأهمية، إحنا شباب ويمكن القامات الكبيرة لها تاريخها ومعروفة على الأقل بالاسم أو بالرمز، لكن إحنا علشان أسامينا تكون معروفة فكان لازم إن إحنا يتم استعراض الاستفهام بتاعتنا زي ما حضرتك شفتها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام، يتم التعريف بخبرتنا، يتم التعريف كمان بالنشاط اللي احنا عملناه، لان احنا كل واحد فينا احنا الخمسة كان ليه دور كبير قوي يعني ونشاطات كتيرة جدا، سواء اكاديمية او ادارية او علمية او بحثية او دراسية كتيرة جدا زي ما موجودة في السيفيات بتاعنا. المركز الاعلامي بصراحة عمل دور كبير فيها. اللي بعد كده كمان الجزء الثالث هو كل واحد فينا عامل لنفسه مجموعة حملة صغيرة مسؤولة عنه بقى كشخص، يعني المركز الإعلامي مسؤول عننا احنا الخمسة، لكن احنا كل واحد كشخص عنده الحملة بتاعته. الحملة دي بتشتغل عاملها له خطة ان هو في البداية طبعا ان احنا نعمل وسائل انتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، لان هي الوسيلة الانسب حاليا في ظل تباعد وفي ظل كورونا. بنقدر نخاطب الفئات العمرية المختلفة، نخاطب الشرائح المختلفة. الهدف الاساسي عندنا قبل ما ندعو للانتخابات وقبل ما نقول للناس انتخبوا القائمة اهمية الغرفة التشريعية التانية. ازاي اقول للمواطن ان الناس بتتساءل عن الحكايه دي كتير؟ عايز اقول لحضرتك لازم مئات يعني اكتر ثلاث اسئله، يمكن انا امبارح احنا كمان بنعمل فقرات لايف على مواقع التواصل الاجتماعي، اول ثلاث اسئله جولي كانوا تعريف عن نفسي كانوا مهم جدا، السؤال الثاني كان عن التنسيقيه، الثالث ليه مجلس الشيوخ؟
على طول. ليه مجلس الشيوخ ده؟ وخليني اكون اكثر صراحه، والبرلمان كمان عمل لنا ايه؟ والناس طبعا في حلو. دي يعني اسئله مش كده؟ وتوجهت لك انت، جاوبتها امبارح. طب ايه رايك بقى، انا عايز اسمع جواب المهندس عمر السباحي، هو البرلمان عمل لنا ايه لما نعمل مجلس شيوخ؟ طيب البرلمان عمل لنا ايه؟ لازم الاول احنا دورنا الرئيسي ان احنا نرفع وعي المواطن. لا ننكر ان في احمال اعباء مثقل بيها كل المؤسسات الدوله، ما اقدرش اقول تنفيذيه او تشريعيه فقط، ولكن كل المؤسسات خلال الفتره اللي فاتت والتحديات اللي احنا كانت موجوده وزادت الفتره الاخيره، خصوصا التحديات اللي كلنا بنعيشها الخارجيه والضغوط اللي علينا. دورنا الرئيسي ان احنا ازاي كل مواطن يشعر بقيمته ويساهم في مواجهه التحديات دي. فبالتالي السؤال الواضح، ايه عمل لنا ايه البرلمان؟ لا، البرلمان له دور. يمكن طموحنا دايما بيفرض علينا، احنا بنتمنى الصوره المثلى ودايما ما لناش سقف في تحقيق طموحاتنا، لكن بالتاكيد في بذل مجهود. وجود الغرفه الثانيه بالتاكيد زي ما حضرتك بتقول هي استشاريه، لكن لها دور قوي مهم. على مر تاريخ مصر كان دائما وابدا لديها المجلسين في حالات الاستقرار، فاحنا بفضل الله الاستقرار الداخلي خلال السنوات الاخيره ولد ان احنا عندنا غرفه ثانيه يكون يعني بعيد عن اعبائها، الدور الرقابي للحكومه وما شابه، فبالتالي تكون عندها قدره اكثر على اعطاء الاراء بشكل يكون وافي وشكل صحيح، فيقدر هو يساهم في مساعد الغرفه الثانيه وغيره في اصدار التشريعات المناسبه. بنقول ان البرلمان بغرفتيه بقى اللي هو النواب والشيوخ خلال الدوره القادمه عليه اعباء تشريعيه ضخمه جدا، بالتاكيد ده دورنا. أنا متاكد. خلينا اسال الاستاذ عمرو عزت. عمرو، يعني النهارده انتوا كشباب شايفين ان انتوا اكثر قدره على التواصل مع الشباب، علشان الشباب بيستخدم الانترنت والتكنولوجيا اكثر من الشخصيات القيمه والقامه، بيجيبوا ناس اخرى تعمل لهم الصفحات و الى اخره، يعني خلينا واقعيين. نعم. الشباب مهتم انه ينزل الانتخابات؟ مهتم، مهتم جدا، وده بيبان لنا. اولا احنا مش هنقول ان احنا عندنا قدره عشان احنا بنقدر نستخدم التقنيات الحديثه في وسائل التواصل الاجتماعي، لا، عندنا القدره لان احنا محملين برؤيه سياسيه، فده بيفرق مع المجتمع المصري، واصبحت الحديث عن الاجندات السياسيه والحديث عن الحاله السياسيه والوضع الخاص بالدوله المصريه مسار جدل ومسار نقاش دايما، سواء بالايجاب او السلب بين ابناء الشارع والفئات العمريه المختلفه. دي الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه اللي حضرتك بتتكلم فيها، هل الشباب عندهم بيتفاعلوا معانا وهينزلوا انتخابات؟ الاجابه بشكل قاطع نعم، وده بقى انا اوضحه لحضرتك من خلال حملاتنا المختلفه. يعني احنا كل واحد لينا حتى من داخل التنسيقيه او من داخل حزبه او من داخل القايمه او الحزب بتاعه او تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، هو كل واحد ليه غرفه عمليات خاصه بيه جدا. في حاجة مهمة جدا ودي كانت مستحدثة، ان احنا يكون عندنا يوم بعد يوم لايف مباشر مع الجمهور ومع الاصدقاء لايف مباشر، فبيبان قصة التفاعل منين بقى؟ من الكومنتات اللي بتيجي على الصفحات اثناء واحنا بنعمل اللايف. ومش عايز اقول لحضرتك ان في حالة شديدة جدا من حالة الزخم والسعادة ما بين الشباب وأبناء جيلنا، لكون إن في خمس أفراد موجودين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ، نعتبر أصغر، إحنا أصغر ناس هنبقى موجودين في مجلس الشيوخ اللي هم بيطلقوا عليه مجلس الحكماء ومجلس الفنيين ومجلس المتخصصين. كابتن، لما هتخش النهارده المجلس وهتجي لك حاجة هترجع، هل ممكن مثلا إن أنت كحزب حماية الوطن تنسيقية الشباب هيكون لها تأثير أكبر عليك في قبول أو رفض ولا حزبك؟ هي العملية أصلها عملية تكاملية بحتة، بمعنى إحنا طول ما إحنا في التنسيقية لما كنا بنتناقش في حاجة كان بيبقى شرط أساسي علشان تحط رأيك النهائي والأخير إن أنت تجيب الموافقة من حزبك. فالتنسيقية مش هتقدم حاجة لمجلس الشيوخ غير لما تكون ناقشتها أساسا جوه التنسيقية ويكون توافق عليها الجميع، وبعد توافق الجميع يتبناها أعضاء التنسيقية في المجلس. أكابتن، ايوه فندم، والله هي دي الاجابه. ده بجد هي دي الاجابه اللي انا عارفها ولا دي الاجابه الصحيحه؟ لا صحيحه. الكرسي يختلف يا كابتن، اسمح لي. تمام، الكرسي هنا يختلف. تمام، ماذا لو انا بعتبر ان انتوا كقايمه نجحتم بعد حصولكم على 5% المقرره، ماذا لو ايه اللي هيحصل ساعتها؟ هتعمل ايه؟ القايمه حزبي ولا التنسيقيه؟ القايمه قايمه انتخابيه، واحتماليه وجود التعارض بين الحزب وبين التنسيقيه غير موجود.
ما ينفعش. ليه؟ لأن مش هينفع أن التنسيقية تقدم حاجة غير لما يكون توافق عليها الجميع جوه التنسيقية الأول، زي ما حصل في البرلمان بالظبط. احنا لما قدمنا مشروعات القوانين كنا متوافقين عليها كلنا، في بعض الأحزاب كانت حاطة تحفظات على بعض البنود، ولكن في النهاية الجميع بيمضي والجميع بيوافق. فلن التنسيقية مش هتقدم حاجة في مجلس الشيوخ غير لما يكون توافق عليها أحزابها من جوه الأول، فلن يحصل تعارض، هو بالعكس هيبقى تكامل ونقطة قوة كمان. الإقبال هيكون عامل ازاي يا أستاذ محمد عزم في الانتخابات القادمة؟ والله نتوقع ان يبقى في إقبال متوسط، يعني لو أخذنا على مقياس التعديلات الدستورية الأخيرة أنا شايف إن هيبقى فيه نفس العدد تقريبا، ممكن يبقى فيه إقبال. وخليني أقول لحضرتك ده نابع من إيمان الشعب المصري أو وعيهم بدولة 3/7 أو من ثورة 30 يونيو وما تبعها حتى 3/7 ودولة 3/7 والحالة اللي خلقتها داخل الشعب المصري. مصطلح حلو قوي بتاع دولة 3/7 ده، تلميذك برضه. ف الدوله دي ولدت الوعي او الحاله، الحاله دي الحاله، احنا دوله مصر طبعا طبعا ماشي. 3/7 هو علامه تاريخيه فارقه طبعا، صحيح. و30/6 علامه تاريخيه فارقه طبعا، 25 يناير علامه تاريخيه فارقه طبعا، يوليو علامه تاريخيه طبعا طبعا، كل ده علامات تاريخيه فارقه. عملت ايه بقى مع الناس؟ عملت الحالة اللي تخليهم حريصين على المشاركة في هذه الاستحقاقات، وبقى عنده الوعي ان هو يقف قدام اللجنة ويقف في الطابور ويصوت ويبقى حريص ان هو يعرف رجلينته ويبقى حريص ان هو ينزل يشارك. الوعي ده ما كانش موجود قبل كده، وده اللي احنا هنعتمد عليه في حملاتنا الانتخابية او في شغلنا، ان احنا محتاجين ان المواطنين كلها تحس بأهمية هذا المجلس. وأنا من وجهة نظري ممكن تكون خاطئة أن هذا المجلس زي ما ذكرت سابقا أن هو المسؤول عن جودة التشريع، هو ممكن ما يكونش هو اللي بيصدر التشريع، لكن الهيكل التشريعي لمصر أصبح يتضمن غرفتين نيابيتين، مجلس النواب هو من يقر هذه القوانين ومجلس الشيوخ. مهندس محمد السباح، هيحصل إقبال على الانتخابات بشكل قوي؟ مش بشكل قوي، مش بشكل قوي، مش بشكل قوي، متوسط متوسط او اقل متوسط شويه، يعني مش يعني انا شايف زي زميلي ما اتكلم، لكن انا شايف ان احنا كمان الحاله اللي احنا موجودين فيها المتعلقه باحداث كورونا زي الضيق الوقت الخاصه بالدعايه الانتخابيه، الجزء كمان خاص بعدم قدرتنا على عقد مؤتمرات وتوعيه الناس والوصول ليهم، في مع اسباب كتير جدا هتؤدي ان احنا بنزود بقدر الامكان نسبه المشاركه، لكن بالتاكيد لن تكون اللي احنا عايزينها بالظبط. بشكر حضراتكم جميعا على وجودكم معايا النهارده، الحقيقه انا سعيد، والامانه انا هعترف لكم ان انا اول ما عرفت ان تنسيقيه احزاب والشباب بالامانه بعترف لكم مره تانية وبعتذر لكم عن الفكر ده. انا لما كلمني يوسف الحسيني واتكلمت وشفت ان انت تنسيقيه الاحزاب، قلت شباب احزاب ازاي يعني؟ اصل انا متعود شباب من ايام شبابنا بقى والخناق وانا مش عارف مين ولا انت لا انا، خاصه مع التجمع دول. انما انا بشكركم جدا انكم قدرتم تصلوا بالحاله السياسيه المصريه انكم تقعدوا مع بعض باختلاف الفكر ده وتقدروا توصلوا لحاله عامه، ومش بس كده كمان انكم تنسقوا ما بينكم في تنسيقيه شباب الاحزاب الى مرحله ان انتم يكون عندكم غرفه عمليات متحركه بتدعمكم وبتدعم القايمه اللي انتم موجودين فيها، علشان انتم شباب احزاب رغم انكم كلكم بتمثلوا فكر مختلف عن بعض. دي حاله كنا نتمنى ان احنا نشوفها في مصر، وصدقوني لو استمرتوا فيها وقدرتوا تحافظوا عليها هترتقم جدا بالحياة السياسية المصرية. ضيوفي الأستاذ محمد عزمي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا، المهندس محمد السباعي، الأستاذ محمد عمارة، والأستاذ كابتن طيار محمود القط، والأستاذ عمرو عزت، بشكركم جميعا على وجودكم معايا تنسيقية الأحزاب، بقول لكم مبروك مقدما، إنما أيضا هننتظر 5% مع في التصويت مع القايمة. بشكر حضراتكم مع المتابعة وعلى المتابعة، وكل سنة وانتم طيبين، بكرة العيد زي ما قلت لحضراتكم الحياة هتكون معاكم على الهواء مباشرة، وستنقل لكم من مسجد الفتاح العليم صلاة الفجر والعيد، وقد أيضا تنقل لكم صلاة الجمعة. كل سنة وانتم طيبين، نشوفكم الأسبوع الجاي.